بعدين أحييك وأحيي مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. يعني لا شك كركوك مرت بظروف صعبة ودامية ومعقدة، سقطت فيها سفكت فيها الدماء بسبب سياسات متخبطة، وبالتالي نجد أن الرأي العام في كركوك بجميع مكوناتها، العرب والكرد والتركمان وحتى المسيح، ارتأوا أن يخرجوا هذه المحافظة من خانة الصدام والاحتقان الطائفي والعرقي، وبالتالي التجأوا إلى مبادرة وطنية. تلك المبادرة تتضمن عدة مفاهيم وطنية قائمة على أساس الشراكة، الحوار، التهدئة، العدالة في عملية توزيع الأدوار، أيضا إبعاد محافظة كركوك عن أي أجندة سياسية تتعلق بزعزعة أمن واستقرار المحافظة، وأيضا بفرض إملاءات حزبية. ما يميز هذه المبادرة أنها بالضبط من سياسة الأحزاب، ولكن في نفس الوقت يبقى على القوة الأحزاب السياسية التي تسعى إلى أن تفرض إملاءاتها وأجندة، أن تستسلم وأن تخضع لتلك المبادرة الوطنية. محافظة كركوك مدينة نفطية، وبالتالي هناك خشية وتخوف من هذه الأحداث قد تكون شبيهة بحادثة دير الزور في سوريا، وأن تتكرر تلك المأساة في كركوك. كركوك لاقت من المعاناة والمأساة بما يكفي، وبالتالي أهلها غير مستعدين أن يدخلوا في حالة من الصدام والشحن الطائفي والعرقي. كركوك مدينة مكونات، وهذا يجعل من هذه المدينة خطر، على اعتبار أن الإملاءات السياسية إذا تدخلت ممكن أن تخلق صدام سياسي اجتماعي. هناك وفود جاءت من بغداد، البعض منها تشريعي والبعض منها رئاسي والبعض منها حكومي، يسعى ويعمل على رعاية تلك المبادرة ودعمها وتقريب وجهات النظر بين أطراف المعادلة الأساسية من أجل الخروج بهذه المحافظة إلى بر الأمان، وإلى شاطئ الأمان وإلى شاطئ السلام، في سبيل الحفاظ على أهلها وأبنائها. أيضا أستاذ عزام، هناك زيارة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المدينة ولقائه بكافة المكونات. هناك حديث عن زيارة مرتقبة، لكن لحد هذه اللحظة لم يثبت رسميا أن السيد السوداني قد يزور محافظة كركوك. نحن نعول على الحكومة الاتحادية أن تكون حاضرة في كركوك. اليوم أمس كانت هناك دعوات لخروج بمظاهرة، وتحديدا في بعض الأحياء الكردية كان الجيش العراقي حاضر والحكومة الاتحادية كانت حاضرة. كركوك يوم أمس كان المؤسسة الأمنية تستفر كل قواها، وبالتالي قطعت الطريق أمام أي أصوات سياسية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المحافظة. كركوك اليوم أصبحت محط اهتمام جدا عالي أمام أنظار الحكومة الاتحادية، وبالتالي نعول على السيد محمد الشياع السوداني أن يكون حاضر في كركوك، على اعتبار أنه يعتبر الأب الوطني لجميع العراقيين ولجميع أهل محافظة كركوك. ماذا عن قرار المحكمة الاتحادية تأجيل تسليم مقر العمليات إلى الحزب الكردستاني؟ يعني لا شك نحن في دولة اتحادية، وجميع المؤسسات الحزبية يجب عليها أن تصاع لقرارات المحكمة الاتحادية. الكل في كركوك ملزم بقرار المحكمة الاتحادية، وحتى الحزب الديمقراطي هو أعلن عن التزامه في نصف من بياناته، أعلن عن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية، لكن في النصف الآخر استاء من قرار المحكمة الاتحادية. لكن يبقى القرار في العراق هو قرار قضائي دستوري، وأن مؤسسات الدولة فوق الجميع وأن القضاء فوق الجميع. أستاذ عزام، الكل يعرف أن مشكلة كركوك هي سياسية، هل يمكن التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الطويلة؟ يعني حسب قراءتنا لتاريخ هذه المحافظة، نعتقد أن كركوك لن تشهد حال من الاستقرار. كركوك في الماضي كانت تعاني من مشاكل، وفي الحاضر أيضا كانت تعاني من مشاكل، وأيضا في المستقبل أيضا سوف تعاني من مشاكل سياسية. كركوك مدينة نفطية، وأن وجود آبار نفط في هذه والكل المحافظة يطالب بها لا أستاذ يسمح عزام، لها. نعم، الكل يطالب بمدينة كركوك. لا شك هناك وجهة نظر ثابتة لدى المكون العربي بأن كركوك محافظة عربية، وكذلك الكرد والتركمان، ووجود النفط في هذه المحافظة يجعل من هذه المحافظة محط اهتمام إقليمي ودولي. نعتقد ونجزم بأن التاريخ السياسي لهذه المحافظة مستقبلا لن يكون هادئ، على اعتبار أن الوضع العراقي هو غير هادئ. كلما كانت هناك دولة قوية ونظام سياسي عراقي ثابت قادر على أن يحمي السيادة العراقية، قادر على أن يخلق جو داخلي متزن، نعتقد كركوك سوف تكون آمنة. الوضع استقرار كركوك مرتبط بمدى استقرار العراق. أشكرك جزيل الشكر عزام الحمداني، المتحدث الرسمي باسم تحالف العروبة، على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من مدينة كركوك.